خليني أبلش مع رسمية، كنت بتتوقعي هالقد كم من النجاح بهذا الدور؟ شو عملتي بالعالم؟ صراحة لا، هالقد لا، يعني ايه هلا كنت بعرف انه الدور شوي جديد، اول مرة بلعبه، وهذا الشيء اللي عطيني حافز هيك اني اذا بدك قاتل لحتى اخده الدور. يعني اجاني كثير عروضات بوقتها بمبالغ كثير اكبر، بشروطات احسن، بشو ما بدك، بس انه انا اصريت انه لا، في هيدي الشخصية ضروري العبها. وطبعا كمان في الفضل لشركة الصباح أكيد، ولنادين جابر اللي كانت مصرة من أول كتابتها هي وبلال إنه ما في حدا بيلعب رسمية غير كارمي. كانوا كاتبين لك اياها لالك. إيه طبعا، ولما كانت مشاركة بهذا الموضوع، وفيليب أسمر نفس الشيء، فهيك ثابت إنه وعملنا الدور. يعني تعتبري هذا الدور دور يعني انا اعتبرته دور الواحد من ادوار العمر. ايه صح، وهي قصي قال لي اياها، قصي خولي بوجه له تحيه، هو تحياتنا قال لي لك. اياها. ايه هلا انا بالنسبه لي عندي ابنه المعلم، يعني من الادوار اللي كثير صحيح بحبها صحيح اذا عم نحكي دراما يعني، صحيح وهذا الثاني دور اذا من الادوار اللي فيها شغل، يعني فيها دور مركب. يعني وين بيصرف الفنان هيدا النجاح؟ يعني قلتي لي روحتي كتير عروض، يمكن يعني بالمبالغ المالية أكتر، بس أنت رحتي عند القيمة المعنوية للدور. الفنان وين بيصرف هيدا النجاح؟ ماشي، بيصرفه بأنه بيكون سعيد، بس يعني بهذا الوضع المزري اللي عم نعيش فيه، أنه بيصير بيعطيكي هيك، بيعطيكي أمل، بيعطيكي تفاؤل، بتحسي حالك مبسوطة، مش كئيبة، مش مدفرسة. يعني أنه هول هن، يعني هلأ بتمنى أنه هيدا النجاح، أو بتمنى هيدا الدور يقدر يفتح لي مجالات تانية، أنه أنا قديش بقدر أعطي. بدي اتشكر، يعني بدي اتشكر الناس كلها على محبتها وعلى كلامها وعلى دعمها لإلي، خلقوا لي شوية سعادة بهالسواد اللي عايشين نحن فيه، هيك خلقوا لي ضو كتير حلو، رجعوا لي وانت خلقتي الأمل لنا، والبسمة على وجهي، فبشكرهم. احنا بدنا نشكرك لانه عن جد مثل ما قلت بالمقدمه عم تعطينا شويه امل. يعني انت اخذت الامل بالعالم وبالتعليقات، ونحن اخذنا الامل فيك. عن جد حبيبتي انه صوره حلوه عم تطلع اخر شيء عن هالبلد اللي كل صوره صارت كتير بشعه. يعني للاسف ما بقى عنا ضو نطلع فيه تنقول في هون هيدا الضو، خلينا نمشي وراه. بس بالنهاية ما بصح إلا الصحيح، ودايما بقول هالبلد هو وقف الله، قال لهم اتركوا لي إياه، لو شو ما صار فيه هيدا البلد بدنا بعد معجزة، بدنا معجزة، هاي هي الكلمة، معجزة. معجزة، غير هيك ما بيطلع البلد. شو عنيت لك رسمية؟ اف يعني شو عنيت لك لما قريت الورق، وشو عنيت لك بعد النجاح؟ ليكي، كانت أول مرة بس أقرأ الورق، ايه ما كنت عم بقدر شوف شكلها. أنا عادة بس أقرأ نص بدون ما أحس، يعني أنا بقرأ النص قبل ما أنام، هيدي عندي عرف، يعني قبل ما أنام فبقرا النص. انا وعم بقرا النص اذا انعست من نص اول حلقه بصير بقول لا، في كارثه يعني جيتني. برجع بعيد القراءه تاني يوم، انه بركي كنت انا مشوشه بالافكار او شيء. اذا النص شدني فبتلاقيني عم بقرا عم بقرا عم بقرا، بدي اخلص، يعني بدي اشوف الحلقه اللي وراها والحلقه اللي وراها، بعرف انه النص جيد. يعني هاي اول شرط، لا اقبل نص، يعني مش ضروري يكون دوري، المهم يكون نص جيد، مثل ما صار بين هلالين بموعد مع السيد آدم، مقابلة مع السيد آدم، قلت له أنا رح أشتغله كرمال النص مش كرمال الدور، لأن الدور ما في شيء. صحيح. فأول شيء النص، هلأ وقتها بس أقرأ الدور ويعجبني بنام، بشوف شكلها لهي المرة، يعني بصير بشوف شكلها، بصير بشوف تفاصيلها رسمية. كانت أول مرة بقرأ مش عم بقدر شوف شكلها، نام قوم كل وقت عم بفكر فيها، مش عم بقدر شوف كيف شكل رسمية. انه ايه كانت بالنسبة لي مشكلة، وكنت كتير خيفانة انه كيف بده يكون الشكل. يعني بالنسبة لي انا ما بعرف الممثلين الباقيين، بس البس ثياب الشخصية 50% من الكاركتير دغري بصير حاضر.
يعني ضروري يكون التياب مظبوطين لاقدر امثل صح يعني، ولا بحس حالي غلط مثل اذا رايحه على سهره ولابسه شيء مبهدل يعني، بتحسي حالك منك مرتاحه بكل شيء. نفس الشيء بالتمثيل يعني. قد ايه بيكون الفنان عنده خوف اذا بدك من بعد نجاح دور بدور مثلا مثل رسميه انه يرجع ينتقل لعمل تاني لكاركتير تاني وكمان يقدر يحقق فيه هيدا النجاح؟ طبعا في خوف كتير كبير، وخاصة يعني برجع كل مرة بكرر نفس القصة، انه بعمرنا ما كتير عندك هاي الادوار اذا بدك لتقعدي انت تختاري الاحلى، فبتصيري بتختاري الانسب. وخاصة اني انا بعيش من هالمهنة يعني، انا ما في اقعد بالبيت اقول اذا ما اجاني الدور اللي انا بدي اياه انا بضلني قاعدة ناطرة، هذا الشيء ما بقدر اعمله لانه انا بعيش من مهنتي. ف للأسف يعني مرات تضطري تتنازلي يعني، على القليلة عم نتنازل، عم ناخد أدوار أقل من غيرها، بس إنه عم نضلنا على الساحة يعني. فإذا في إجا شيء أقل فما حدا يزعل، هاي الحياة يعني. ومش عايشة بأمريكا لأكون عم بعمل عمل وبقعد. شو بتشبهك رسمية؟ في شيء هيك بيشبهك فيها؟ طبعا بالتسكير إيه، اه بس بهاي الـ بهاي الـ إذا بدك الحصن اللي عملته حوالي إيه؟ إيه أنا حدا يمكن في كتير عالم تتفاجأ إنه قفشه قوية وبيخافوا مني، وهذا أنا قوية للحق يعني، أنا بالحق حدا كتير قوي وبعرف دافع كتير عن المظلومين، بس ما بعرف دافع عن حالي واحد يعني. بس توصل لإلي ما بعرف، فمشان هيك عملت حصن، لأنه بعتقد كتير أكلت ضروبة بحياتي، إذا أنا وصغيرة لكبرت أكلت كتير هيك، فت بالحيطان كتير، لأني تربيت ببيت إنه كلنا بنحب بعض. وبعدني لهلا بصدق الناس يعني، كتير صعب يحس إنه واحد عم بيكذب غير إذا طلعت بالبادي لانجوج تبعه وحسيت في شيء مش مزبوط، بس إذا حدا بيخبرني خبرية دغري بصدقها يعني. بعدني طشمة بهذا الموضوع، بعدين بكتشف انه لا، في كذبة كتير طويلة وكبيرة، مش ضروري شيء شخصي يعني، حدا عم بيكذب علي بشيء شخصي، لا، انه اي خبرية ممكن تخبريني اياها انا بصدقها دغري.